يعطيكم العافية يا خامس. إن شاء الله اليوم درسنا عن تقريب الأعداد العشرية، ومثل ما اتفقنا يا خامس العدد العشري هو اللي بيتكون من جزئين، عدد صحيح وجزء عشري. عدد صحيح وجزء عشري، عدد صحيح وجزء عشري، عدد صحيح وجزء عشري. لحتى أقرب الأعداد العشرية لازم أحدد المنزلة اللي بدي أقربها، لازم أحدد المنزلة اللي بدي أقربها. هون بحكي لي قرب إلى عدد، قرب إلى أقرب عدد كلي، قرب إلى أقرب عدد كلي. العدد الكلي هو يا مس العدد الصحيح، العدد الكلي هو العدد الصحيح. وين يكون العدد الصحيح يا خامس؟ 9. ممتازين. وين يكون العدد الصحيح يا مس؟ 1. ممتازين. وين يكون العدد الصحيح يا مس؟ 57. ممتازين. وين يكون يا مس العدد الصحيح؟ 4. إذا بدنا نقرب إلى أقرب عدد كلي، يعني بدنا نقرب العدد الصحيح. عدد كلي يعني العدد الصحيح 4، 57، 1، 9. طيب ننبلش يمس هون. حتى أقرب التسعة لازم أنظر إلى يمين الرقم. من هو يمين الرقم؟ الثمانية. طيب يمين التسعة في ثمانية. طيب الثمانية يا مس، إذا كان يمين الرقم أصغر من خمسة بضل الرقم زي ما هو، أما إذا كان أكبر من خمسة يعني كريم مثل الثمانية بتعطي واحد للرقم اللي إحنا بدنا نقربه. كمان مرة يا مس، التسعة عدد صحيح. أول إشي أنا لحتى أقرب أعداد عشرية يا خامس بدي أنظر إلى العدد الصحيح، العدد الكلي، بنظر إلى يمين العدد اللي بيجي بعد الفاصل هو 108. يا ماما إذا كان العدد اللي على يمين الرقم المحدد أقل من خمسة بخيل ما رح يعطي واحد، أما إذا كان أكبر من خمسة كريم، الثمانية كريمة رح تعطي واحد لمين؟ للتسعة. شو بصير التسعة؟ 10. ممتازين. تمام. الخطوة الرابعة، مكان كل رقم، مكان كل رقم على يمين الرقم اللي حددناه أو اللي بدي أقربه بعبي يا ماما أصفر، بعبي أصفر. إذا ما فهمتوا هون رح نفهم هون. ماشي يلا يا خامس اطلعوا لي هون، 1 صحيح و 32 فاصل 32. بدنا نقرب لأقرب عدد كلي، يعني بدنا نمسك العدد الصحيح وبدنا نقربه. أو ثاني خطوة، أنا أول خطوة حددت المنزلة، ثاني خطوة بدي أطلع على يمين الرقم. شو يمين الرقم؟ 1. 3. ممتازين. يا بس الثلاث بخيلة ولا كريمة؟ لا بخيلة. شطورين. إذا كان أكبر من خمسة أو يساوي من خمسة اللي على يمين الرقم المحدد كريم بيعطي واحد الرقم اللي حددناه، أما إذا كانت بخيلة مثل الثلاثة ما بتعطي الواحد ولا إشي، فبتنزل الواحد متين ما هي، تنزل الواحد متين ما هي، لأن الثلاثة بخيلة حرام ما أعطت الواحد المسكينة، ثلاثة بخيلة ما أعطت الواحد المسكينة، لأنه هون الثلاثة تعتبر أقل من خمسة، واللي أقل من خمسة ما بتعطي. ويمين الأرقام على يمين المنزل اللي حددناها الأرقام كلها بعبيها أصفار، إذا 1.32 تقريبا 1 صحيح. طيب 57 يا خامس، مين يمينها؟ 3 صحيح، 3 جزء من 10. هل الثلاث عدد بيعطي 57 واحد ولا ما بيعطي؟ ما بيعطي، لأنه الثلاثة أقل من خمسة، وحكينا الأعداد الأقل من خمسة ما بتعطي واحد للقيمة المنزلية اللي حددناها.
نعم بتضل بس 57 زي ما هي، وبدل الثلاث بحط ماذا؟ صفر. اذا 57 فاصل 3 تقرب الى 57 صحيح. واحد، فبتصير الاربعه ماذا يا مس؟ خمسه، وبدل الخمسه هون شو بحط؟ صفر، لانه حكيت لكم بعد ما اقرر دائما على يمين الاعداد اللي حددنا منزلتها بنحط اصفر. طيب السؤال الثاني هون اقرب لاقرب جزء من عشره، اذا هون المنزل اللي بدنا اياها يا مس جزء من عشره، يلا نحدد مع بعض المنزله اللي قيمتها جزء من عشره اللي هي هون اثنين. مش دائما حكينا بعد الفاصلة بتيجي الأجزاء العشرية؟ جزء من عشرة، جزء من مئة، جزء من ألف، تمام؟ إذا يا مس هون جزء من عشرة اللي هي مين؟ اثنين. جزء من عشرة هون مين يا مس؟ الأربعة. جزء من عشرة هون مين يا مس؟ الخمسة. الخمسة، تمام. هسا نطلع على يمين الرقم 2 ماذا؟ 3. الثلاث هل تعطي الاثنين واحد ولا ما بتعطيها؟ طبعا ما بتعطيها، لانه الثلاثة حكينا عنها بخيلة وتعتبر اقل من خمسة، فبتنزل يا مس 17 زي ما هي، والاثنين الثلاثة ما اعطتها، فبتنزل الاثنين زي ما هي وباقي الارقام اصفار. دائما على يمين المنزلة اللي أنا بدي أقدرها فبحط أصفر، على يسارها على هيك المنزلة اللي قدرتها، على يسارها بنزل العدد مثل ما هو. طيب 2.4 صفر واحد، 401، 401 جزء من 1000. طيب وين الجزء من 10 هون؟ وين القيمة المنزلية اللي بنحكي لها جزء من 10؟ الأربعة، ممتازين. طيب هسا يا مس اللي على يمين الأربعة شو؟ الصفر. هل الصفر اللي أقل من خمسة رح تعطي الأربعة واحد؟ طبعاً لا، رح تضل الأربعة يا مس مثل ما هي، رح تضل الأربعة مثل ما هي. على يسار القيمة اللي أنا حددتها بينزل الرقم 2 زي ما هو، وعلى اليمين حكيت لكم دائماً بحط أصفر، تمام؟ هون 7.582 جزء من 1000. وين الجزء من 10 يا مس؟ اللي هي الخمسة. طيب شطوري، هسا يا مس بدي اطلع على يمين المنزل اللي انا حددتها لحتى اقربها اللي هي الثمانية. هل الثمانية يا مس بتعطي الخمسة؟ نعم، لانه الثمانية اكبر من خمسة وتعتبر من الكريمات. شو بتصير الخمسة يا مس هون؟ ستة. بنزل ماذا هون؟ السبعة. بنزل السبعة، حكيت لكم على يسار القيمة اللي أنا بدي أقدرها بينزل زي ما هو الأرقام، بس على يمينها بينزلوا أصفر، على يمينها بينزلوا أصفر. الخمسة على يمينها الثمانية، والثمانية قريبة رح تعطيها واحد، الخمسة صارت ستة، وأقول باقي على يمين المنزل اللي أنا حطيتها بحط أصفر. طيب هسا هون يا مس نقرب لأقرب جزء من 100. وين الجزء من 100 طبعا؟ الجزء العشري، هاي جزء من 10، هاي جزء من 100، هيا الستة اللي هي جزء من 100، هون جزء من 10 بعد الفاصل، هاي جزء من 100، طبعا أخذنا قبل هيك على لوحة المنزل، جزء من 10، جزء من 100، ممتازين. يلا يا مس هلا طلعوا لي على القيمة اللي أنا حددتها اللي هي 6. خلينا نطلع على يمين الستة، شو بيجي على يمين الستة يا مس؟ الاثنين، الاثنين كريمة ولا بخيلة؟ لا طبعا بخيلة، أقل من خمسة ما رح تعطي الستة إشي، ورح تنزل الستة زي ما هي، رح تنزل الستة زي ما هي. على يسار القيمة اللي أنا حددتها بينزل الأرقام مثل ما هم، وعلى اليمين بنزل أصفر.
فار، بنزل أصفار. طيب خلينا نشوف هون الجزء من 100 اللي هي مين يا مس؟ الواحد. بتطلع على يمين الواحد أربعة، الأربعة كريمة ولا بخيلة؟ بخيلة، ممتازين، يعني مش رح تعطي واحد للواحد، مش رح تعطي واحد للواحد، فبينزل الواحد يا مس مثل ما هو. حكيت لكم على يسار القيمة اللي أنا حددتها بينزل الرقم زي ما هو، وعلى اليمين بحط ماذا؟ صفر. شطوري. طيب القيمة المنزلية هون سبعة، بتطلع على يمين السبعة، شو في؟ سبعة، السبعة أكبر من خمسة وتعتبر من الأعداد الكريمة اللي راح تعطي واحد لمين؟ لهي السبعة. لما هاي السبعة تعطي هاي السبعة واحد، شو بتصير يا مس؟ تمانية. حكيت لكم على يسار القيمة اللي أنا حددت إني أقربها بينزل الرقم زي ما هو، وعلى اليمين بنزل صفر. بنزل صفر دائما على اليمين، القيمة اللي أنا قربتها بحط صفر، واللي قبل بنزل الرقم مثل ما هو. وإن شاء الله تكونوا يا خامس فهمتوا منيح، وإن شاء الله المرة الجاي نستجيب على كل سؤال انتم تسألوا بإذن الله، ونحل الأسئلة مع بعض.